خليني اقول لحضراتكم وانا بتكلم على الاداره، والاداره دايما ما فيهاش لا مشاعر ولا عواطف ولا احاسيس، الاداره بتقاس وتقيم بالانجازات. واحنا النهارده الحقيقه بمناسبه عيد ميلاده ال71 بنوجه تهنئه خاصه جدا للكابتن حسن حمدي اللي احتفل بالامس بعيد ميلاده ال71، شخصيه مهمه جدا، واحد من اهم رموز النادي الاهلي، سواء كان لاعب سواء كان اداري سواء كان رئيس للنادي. وفي عهد الكابتن حسن حمدي الحقيقه وفي مشواره الطويل اللي امتد لاكثر من 42 سنه حصل النادي الاهلي على عدد كبير جدا من البطولات. حسن حمدي او وزير الدفاع وده لقبه الاشهر الحقيقه انضم للنادي الاهلي لاول مره وهو سنه 14 سنه، تحت لعب في فريق تحت 14 سنه، ده كان سنه 62. بعد كده بقى توالت المسيره، تدرج في النادي الاهلي كلاعب في فرقه المختلفه، ووصل طبعا ان هو يمثل منتخب مصر. انضم لصفوف الفريق الاول في موسم 71-72، اول ماتش ليه كان امام فرقه دمياط، والمباراه دي فاز فيها الفريق الاهلي او فريق الاحمر بخمس تجوال مقابل جولين بس. والحقيقه يمكن الكابتن محمود الخطيب كان حريص جدا انه يعمل اتصال تليفوني بكابتن حسن حمدي ويهنيه كمان بمناسبه عيد ميلاده، واغلب اعضاء الحقيقه مجلس الاداره اتصلوا بكابتن حسن حمدي عشان يهنوه بعيد ميلاده ال71. هنشوف مع حضراتكم تقرير دلوقتي مجموعه من اعضاء النادي بيوجهوا رسائل تهنئه للكابتن حسن حمدي، الحقيقه بيتمتع بشعبيه وجماهيريه كبيره جدا، رغم ان هو يمكن بعد عن المشهد بشكل كبير، لكن مازال الحقيقه جماهير نادي الاهلي بتدين ليه بفضل كبير. كل سنه وانت طيب، نروح نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم على طول. حسن حمدي في عيد ميلاده كل سنه وحضرتك طيب وربنا يديك الصحه وطولة العمر، وانت الصراحه يعني عملت حاجات كتيره للنادي الاهلي واحنا بنحب جدا النادي الاهلي وبنحب حضرتك، وربنا يديك الصحه والعافيه ودايما كده في انجاز مع النادي الاهلي، وربنا يوفقك في حياتك. كل سنه وهو طيب، الراجل ده راجل جميل، ياما عمل انجازات للنادي الاهلي وربنا يوفقه ويديله الصحة. كل سنة وهو طيب وربنا يديله الصحة. كل سنة وهو طيب وأيامه كانت حلوة جدا وكان ماسك النادي كويس جدا وأساسي هو لعيب كورة فكان مهتم بالرياضة وفريق الكورة. كل سنة وحضرتك طيب وعقبال مليون سنة وأنت أكتر رئيس في النادي الأهلي حققت إنجازات. كل سنة وأنت طيب يا كابتن، وأنت حضرتك كملت المسيرة المتوارثه للناس العظماء في النادي الاهلي وكل الموجودين في النادي وانت على راسهم من الشخصيات المحترمه جدا جدا ومحبوبه جدا. كل سنه طبعا حضرتك طيب، محدش فينا ولا في اي نادي في مصر يقدر ينكر مجهوداتك وخبراتك، وربنا يا رب يوفقك لو كان في اي حاجه في الكارير بتاع حضرتك بعد كده، وربنا يديك طولة العمر والصحة إن شاء الله. كل سنة وهو طيب وربنا يديله طولة العمر. وحسن حمدي من الرؤساء بالنسبة للنادي الأهلي العظماء، اللي هو ابتدى من لاعب ثم مدير كورة ثم عضو مجلس ثم نائب ثم رئيس نادي لمدة 12 سنة، وصل النادي الأهلي للعالمية وخلاه ياخد الثالث على العالم على أندية العالم، وأنا بقترح أنه يكون الرئيس الشرفي مدى الحياة للنادي الأهلي.